ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ يلا بينا نلعب لعبة بابجي. وانا بلعب في الخريطة دي. اولا انا معرفش اسم الخرايط، بس زي ما انتوا عارفين الخريطة دي دايما بكون الاول من يموت. ربي يا ربي، بحب اكون اول من يموت. يا رب اموت. ليه؟ خدي ده، انا بموت في السلاح ده في الخريطة دي. في الخرايط في اس. انت 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 ضعف قوي. اتزلق كده. هو ده مع سنايبر. انا موت قوي. ده ايه القوة دي؟ اقوياء قوي. انا معرفش، كل ما بسجل بلاقي ناس اقوياء. بس انا مرة لعبت في الخريطة دي لقيت ناس ضعفاء قوي. بصوا بصوا، تعالولي وانا هقطعكم. تعالولي بس، يلا بس انا هلقنكم درس. ايه ده؟ يلا. ما تحسبتش عليا، دي غشاشين. حلو قوي. عايزه الطلقات الصفر. يلا 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 يلا. وهكون كمان الاول من يكسب. انا هكسب. ايه ده؟ دول اصحابي ما بيموتوش. ها يلا، خد دي خد دي خد دي طلقه. يا ما تغشوش. ايه ده؟ ايه الغش ده؟ دول بيضربوني طلقه. لا بقى، بص انا عايزه اغير السلاح ده. انا بحبه قوي، بس انا عايزه اخليه ده اقل منه ب 13 طلقه. يلا بقى، يلا 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 يلا. احاول بس اكون سريع. انا اصلا سريع فيها، انا اصلا مبتدئ شويه فيها. عارفين انا ليه بحب السلاح التاني؟ لانه مظبوط مظبوط، ما مش بيمشي شمين يمين وشمال. انا كنت بموت، ليه بقيت ما بعرفش اموت؟ بس ايه رايكم في الخوذه؟ فين انا ليه ضربت قبل ما اشوفه؟ لاني عارف كده كده ان انا هلاقي. يا جماعه دي ما ينفعش كده. انا كل ما اسجل الاقي ناس اقوياء جدا. يا ربي، ده ايه الاحتراف بتاع الراجل ده؟ انت غلس. بص انا هضربه من وراه كده، مش من وراه قوي. مات. ايوه بقى، ده انت غلس. ده ما ماتش، ما ماتش. الحمد لله. The blue team is in the lead. بس احنا 20 وهم 18. يلا بقى، هكون الاول. هطلع الاول، احتمال واحتمال. عارفين الاحتمال والاحتمال؟ الاحتمال الاول، الاحتمال لا. يا ولا يا ولا، ده ما بيفوتش لي ده. كويس، موتت 3 وما متش. هي دي العلامة اللي بتاعت موتت 3 وما متش، اللي مكتوب عليا 3 فوق دي. ماشي، حوش. انا دايما بس بحوش. الطلقات الاورنجي مش بتلاقي من مش هتلاقوا منها كتير اصلا، وانا ما بلاقيش منها كتير. فعلشان مش بلاقي منها كتير احاول اموت بسرعه بسرعه. انمي داون. يا يلا يلا يلا.
Reloading. ما فيش حد بيجي من الناحية دي. استنى عايز اجرب حركة كده. Half of the match is over and the blue team is in the lead. واو حلوة. يبقى من ورانا. ده من قدامنا. قدامي. قنبلة. خد. ايوه كده يلا فرقعي فرقعي. ما كانتش عندهم. تبقى نغير. ده ضعيف قوي. ده ما ضربنيش طلع حتى. ضعيف جدا. يلا انا مستنيك. يلا. موت اربعة وما متش. انت هنا. موت يا عم. ده انت ما بتموتش خالص. ده ما بيموتش ده. وسريع قوي. انا هلقنه درسا. ماشي انا هوريك عشان انت خطر اصلا. مش قوي يعني. ما اعتقدش خطر. بس دايما بيستخبى في الحتة دي. هو لئيم. سوسة. دايما سوسة. لازم دايما وانا بمشي ابص ورايا اشوف في حد ولا لا. انتوا بتحذفوا قنابل. عارفين في تحديث كده قديم في لعبة بوبجي قديم جدا. عارفين ايه هو؟ عارفين السلاح الرشاش ده؟ لهو كان طلقته اورنج بقت طلقته بيضة. وانا اول ما شفت التحديث ده هستغرب. مش عارف افرق خالص. طيب الحمد لله. The blue team is about to win. الحمد لله. يلا 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 يلا. موتوا. متبقي تلاقوا متبقي ثلاثة. نكسب ونكسب ونكسب. يا الحلاوة. يلا بينا. فينكم؟ قنبلة النور دي بتوجع عيني لما بتيجي فيا. تعالوا لي تعالوا لي. يلا تعالوا لي. انا ههرب. انا شجاع. يلا بقى. ممكن. ايه ده انا لفيت. انا لفيت المكان ده. متبقي اخر واحد. يا رب. انا بقى بحب اسدد الضربة القاضية. انا بحب قوي اسددها. طب ليه لا ده الواد ده محترف. ايوة كده انا طلعت الاول. بس انا مت 11 مرة. بس حلوة قوي. انا طلعت الاول وكسبنا. لهو ده لو كانت قدم بيا بثلاث مرات كان سبقني. لو كان الواد ده تقدم بيا بثلاث ضربات. تمام ماشي. انا المهمات السهلة اللي بالنسبة لي اللي انا بشوفها بنفذها. مش اخر مرة كان
كان اسمه ستيفن واسمه اتغير. بص يا صحابي، انا هقف لحد هنا، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم وكل جديد مني. ماشي، يلا سلام.